إذا كنت كتير بتتردد على مواقع السوشيال ميديا فأكيد شفت مقطع فيديو لناس حاملين تابوت وعم يرقصوا فيه وهن مبسوطين، رغم إنه الموقف ما كتير ظابط مع الجنازة. وصرنا نشوف هالرقصة محطوطة بكتير فيديوهات، وخاصة إذا كانت هاي الفيديوهات نهايتها قاسية وصعبة. اليوم رح أحكي لكم قصة هاي الرقصة ومنين إجت ومين هدول أصلا اللي عم يرقصوا. مقطع الفيديو هذا اللي شفناه مانو مقطع من فيلم او مسلسل او تمثيلية، الفيديو هذا حقيقي وبيرجع للبلد الموجود بغرب القارة السمراء وتحديدا غانا. هاي الرقصة بتعود لطقوس معروفة بغانا بيعملوها ضمن الجنازة لحتى يسعدوا الميت وعائلته، ولان الجماعة بغانا عندهم الجنازة مناسبة هامة مشان يودعوا الميت فيها، فبيجيبوا له فرقة ترقص بالتابوت وتحتفل فيه مشان يهيئوه لحياته التانية. بس المجموعة اللي انتشرت على الانترنت بالفترة الأخيرة هن مجموعة شباب قرروا يحدثوا هاي الرقصة ويلبسوا بدلات سود وكنادر بيضاء وسودي ونظارات شمسية. طبعا لازم المجموعة اللي بتشيل التابوت تكون أقل شيء 6 أشخاص أو 8، بس إذا أنت سمين وعايش بغانا بدك 16 واحد ورح يكلفك الموضوع مصاري. بس ليش رح يكلفك؟ لأنه ببساطة أهل الميت هني اللي بيستأجروا هاي الفرقة مشان يودعوا الميت بإناقة، ومشان تكون الفرحة هي الحاضرة بوداع روح الفقيد وما حد يزعل. ومش كده وبس، لا تخيلوا إنه مؤسس فرقة حاملين نعوش بنيامين إيده بيسألك بدك الجنازة عادية ولا فيها حركات استعراضية؟ شو الأغنية اللي بدك إياها؟ وإذا بتحب تضيف أي شيء من عندك. وبسبب مئات الفرص للشباب والشابات بهالمجال وكل شغلتهم انه يحولوا الجنازة الحزينة لفرح ومشاهد كوميديا تضحك كل الحاضرين، صاروا اغلب الاهالي يخلوا اولادهم الشباب يشتغلوا راقصين للتابوت، واذا حابب تشتغل معهم بعت لنا السي في برسالة على القناة. طبعا العزب غانا بكلف من 15 ل 25 الف دولار وبضل من 3 ايام لاسبوع، فيعني اذا بتضل عايش اوفر لاهلك من انك تموت. وبالاخير رقصة التابوت ما انا كتير جديدة، طلع اول فيديو لإلها سنة 2015 وحقق اكثر من 4 ملايين ونص مشاهدة، وبعدها طلع فيديو تاني بال 2017. بس بال 2020 كان عنا تيك توك اللي رجع طلع هاي الرقصة وصارت ترند عن طريق مقاطع فيديو بتتعلق برقصة التابوت مع نغمة استرونوميا، مع العلم انه هاي النغمة مركبة تركيب والنغمة الاصلية غالبا بتكون موسيقى واغاني افريقية تراثية. وباخر الفيديو لايك شير سبسكرايب، اذا ما حطيت